السلام عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، نستذكر المفاتيح السابقة حتى ننطلق ونمسك المفتاح الجديد، المفتاح الثالث. أول المفاتيح أن أقرر في نفسي أن القرآن سهل وأستطيع فهمه. المفتاح الثاني أن أستشعر أن هذا القرآن لي أنا، يخاطبني أنا. كثير من الأحبة من وصلتني رسائلهم على الخاص غيرت حياتهم هذه المفاتيح، وأصبحت تدمع أعينهم عند كل آية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر القرآن. المفتاح الثالث مفتاح مهم، ومفتاح سينقلك نقلة نوعية إلى العيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى حياة أخرى. المفتاح يجعلك تتوقف عند كل آية، يجعلك تبكي على أشياء فاتتك أو فعلتها، وأشياء تتمنى أن تتحقق. مفتاح عجيب وجميل. هذا المفتاح باختصار هو أن تعرض نفسك أنت، هذه النفس، على القرآن. كيف أعرض نفسي على القرآن؟ معنى أن تأتي بواقعك الذي تعيشه، بشخصيتك، بالأشياء التي تفعلها، وتعرضها على القرآن، وترى وتنظر. أنت تقرأ القرآن، ابحث عن نفسك بعد كل آية، ستجد ما يعينك، ما يشفيك، ما يؤويك، ما يحتويك، ما يرضيك، ما ينفعك. دعونا نأخذ مثال. مثلا قضية المصيبة، إنسان أصيب بمصيبة، يجد أن القرآن يعينه ويرفع من معنوياته ويحتويه، لأنه يعطيه السبب، سبب هذه المصيبة، ويعطيه كيفية علاجها وكيفية أن يصبر على هذه المصيبة. اسمع معي. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي تصبير هذا يجعلك الله تقول إنا لله، تعيد نفسك إليه سبحانه وتعالى، وإني إليه راجع، فتهدأ نفسك وتعلم أن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. طيب ما جزاء هؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تهدأ النفس وتطمئن وتسكن، لأنها تعلم أن الله يثني عليها في الملأ الأعلى بصبرها على هذه المصيبة. هذا مثال على عرض الإشكالات على آية. دعونا نأخذ مثال ثاني ونعرض عليه أنفسنا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أعرض نفسي على هذه الآية. الله جعل الجنة للمتقين، من كان تقيا. هل أنا أحمد وأنا أسير في هذه الحياة المنفتحة حققت التقوى أم لم يحققها؟ أبدأ أبحث عن التقوى. إيش التقوى؟ إيش تعريفها؟ كيف أوصل لهذه المنزلة؟ أبغى الجنة، أريد الجنة، أريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فتعيش مع القرآن. خلونا نأخذ مثال ثالث. فرضا إنسان أصابه مرض ضر، كيف يحيي قلبه القرآن؟ وكيف يطمن القرآن؟ وكيف هو يعيش مع القرآن؟ وأعرف كثير من الأحبة من أصابه مرض عجز عنه الأطباء، لكن آية واحدة جعلت منه شخصا آخر، لأنه وقعت في قلبه هذه الآية. الآن هو مريض ويعلم أن الأطباء عجزوا عنه، فيعرض نفسه على القرآن وتمر عليه هذه الآية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. إن يردك بخير، إن أراد الله أن يشفيك فلا راد لفضله، مهما تحدث الأطباء أنك لن تشفيك. فيبدأ ويعيش مع القرآن. والله إني أعلم من القصص من تشافوا بتدبر القرآن وعاشوا وزرع التدبر اليقين أن الشافي الله سبحانه وتعالى. مثال رابع. الآن في الحياة المفتوحة هذه وسهولة المعصية وقربها، والله قريبة جدا وسهلة جدا جدا جدا، ترى الإنسان بفتنة أو غيرها، فيريد جوابا شافيا من شيخ أو داعية ما يجد، لكن لو عرض نفسه على القرآن سيجد الجواب من الله سبحانه وتعالى. فتنة قريبة والمعصية سهلة، وشياطين الإنس والجن تجذبه إليها، ولكن يفتح القرآن ويعرض نفسه وحالته على القرآن فيجد جوابا، فيجد أن الله يقول له: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الله ما تدمع عينه، ما يتحرك قلبه على الأقل، ما يتوقف عن هذه المعصية. الله يقول له: لو صبرت من أجلي لك الجنة. ثم يقرأ آية أخرى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب هذا رجل وفق لأن يجتاز الاختبار وصبر على هذه الفتنة. لابد أن أسأل نفسي أنا وأنت على ماذا صبرنا في الدنيا حتى نسمع هذا النداء من الملائكة. رأيت كيف الإنسان لمن يعرض نفسه على القرآن، يعرض حياته وواقعه،
على القرآن، كيف يعيش مع القرآن ويعيش حياة سعيدة. مثال رابع وأخير، أحد الشباب من حبايبنا الشابة سأل الله سبحانه وتعالى يسعدهم وأن يصلحهم ويهديهم، رأيته كذا يوم من الأيام على معصية في الخفاء، وحصل ما حصل أني لم أستطع التواصل معه في لحظتها ولم أنكر المنكر، فبحثت عن رقمه وتواصلت معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا ما يعرف رقمي ومين أنا، فكيف حالك؟ طيب بخير حبيبي. حبيت أقول لك حاجة واحدة بس على شيء سويته اليوم أنت. والله ما قلت له إلا هذه الآية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والله إن الله لا يخفى عليه شيء. أين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ والله ما قرأت عليه إلا هذه الآية لأنها أصابت واقع هو فعله، فوجدت منه الصمت والتأثر. ثم السلام عليكم. وعليكم السلام. انتهت المكالمة. نفسه عرضت على هذه الآية، هو استخفى وابتعد عن أبصار الناس، ولكن أين الله سبحانه وتعالى؟ جعل الله أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى. لما وقعت هذه الآية في قلبه بعد أسبوع راسلني على الواتساب، ما نعرف بعض والله، قال لي أبشرك الأمور طيبة ولقيت علاج وأنا خطيت خطوة طيبة. الحمد لله يا جماعة، أحيانا يقينا أنا مؤمن بهذا الشيء، ما نحتاج لكلام البشر، نحتاج إلى كلام الله سبحانه وتعالى في تغيير حياتنا. المعذرة اليوم طولت عليكم في السنابات، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. طبعا حنطبق وحنسوي تطبيق على هذه الثلاث المفاتيح كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. بنفس الفكرة السابقة نستخدم الثلاث المفاتيح، راسلوني على الخاص وأرسل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى التلاوة. الله يجعلنا وإياكم من المتدبرين الذين يعيشون مع القرآن. قولوا آمين.